مرحبا بكم. عملية تقديم التقرير الشهري لمكتب العمل عن طريق الموبايل بنك اي دي. في البداية نضغط على لوج ان، بعد ذلك موبايل بنك اي دي. نملأ البرشون نمر كامل ونضغط على لوج ان، وعن طريق استخدام الموبايل بنك اي دي بالموبايل نعطي موافقة. بداية تقديم التقرير الشهري نضغط على Activities Reportera من لائحة على اليمين أو القائمة على اليمين، وهنا نبدأ بعملية إملاء العمل الذي بحثت عنه خلال الشهر. نضغط على إضافة نشاط جديد. هاي اللائحة في عدة خيارات: بحث عن عمل سوكيوب، انترسي أنميلا، عندما تتحدث مع رب عمل تقدم السي في أو تظهر اهتمام أنك تريد العمل معه، إذا قمت بمقابلة ريكروتيرينج ستريف، عندما تقوم باجتماع للتوظيف، أو إذا عملت أو درست، أو إذا كنت تشارك بنشاط إعادة التأهيل للعمل أو نشاط آخر. حصرا إذا ما كان في حالات خاصة لازم يكون في سوك تايوب. عدد وظائف البحث عن عمل هي يتم تقريرها مع الهانليجر الذي يضع خطة العمل، فحصرا لازم يكون في سوك تايوب. فمثلا أنا عندي ب 20 نوفمبر بحثت عن عمل، أنا مجهز هون كاتب العمل اللي أنا بحثت عنه. إذا كنت أريد إضافة عمل آخر يمكنني وضع إشارة على هذا المربع، أو فيني أعمل سبارة. إذا سويت سبارة، يعني مثلا إذا اليوم خلنا نقول 20 شهر وأنا حطيت هاي المعلومات وسويت سبارة، فيني أحتفظ فيها للحظة التي أريد فيها إرسال هذا التقرير مثلا في بداية الشهر. حاليا راح أضيف عمل آخر، فراح أعلم هاي سبارة وأقوم بإضافة العمل الآخر. أضيف ضروري هاي المعلومات: التاريخ، صاحب العمل أو رب العمل، شو الشغل، وبأي مدينة. هاي معلومات ضرورية. حاليا أنا ما راح أضيف أي عمل آخر، ولكن أكتفي بهدول التنتين، فأزيل العلامة هون وسبارة. فهون سوق تايوب صار عندي تنتين. في عندي هون كمان مثلا obligatory activities، بس هاي تاريخها ب 16، يعني فيني استنى عليها، بس لما اسويها لازم اعلمها وحط تاريخ لما انا سويتها بأي تاريخ. بس حاليا بما انه هي ل 16 لسه ما اجى تاريخها، فراح ما احطها. اذا حبيت اضيف نشاطات اخرى عن طريق latency activities، إذا ما عاد في أي نشاطات أخرى أنا حابب أضيفها، خكة دين Activities Report.
تحصل على رسالة انه اكتيفيتيز ريبورت ار انخكاد، وراح يجيني ايميل بكريف تلسي تأكيد على انه الايميل التقرير الشهري تم ارساله. شكرا لكم.